حكايتنا النهاردة من مكان اسمه مواكليك، على بعد حوالي 40 كيلو من مقاطعة سرابوري، اللي هي على بعد حوالي 110 كيلو من بانكوك. مش قادر اوصف لكم جمال الطريق. الطريق بالكامل يمين وشمال كان اخضر، جبال وشجر وزرع، مليان مطاعم وكافيتريات. طريق مسلي جدا، ما تحسش باي زهق وانت ماشي فيه. وقفنا في الطريق عشان ناكل اي حاجه كده، سناك سريع، ودي كانت اول مفاجاه قابلتني في الطريق. فوجئنا بحقل اعباد الشمس. تعال نخش نتفرج. شعور في منتهى الجمال انك تمشي جوه حقل اعباد الشمس ده. تجربه جديده بصراحه. الطبيعه جميله هنا في تايلاند، حقل جميل جدا، بس الجو حر شويه، بس ممتع. ودي كانت تاني مفاجاه ليا في الطريق. واحنا ماشيين في الطريق شفنا مزرعه فراوله، قلنا نخش نتفرج فيها ايه. في هنا ممكن تشتري شتلة ب40 باط وتزرعها في البيت عندك. ودي فراولة مجففة، نوع من أنواع الواين. أول مرة أشوف واين معمول من الاستروبل. مش قادر اقول لكم يا جماعه المكان حلو ازاي. مش عارف الصوره هتوضح حلاوه المكان ولا لا. مكان طبيعي جدا، كل حاجه فيه سيمبل، ترابيزات خشب اهي. احنا جينا بدري شويه عشان نستمتع بالمكان لوحدينا. هنا النظام بتاع الترابيزات دي او المظلات دي او الاماكن دي، انك بتقعد فيها زي ما انت عايز، اي وقت انت عايزه، ساعة، اتنين، تلاتة، عشرة. كل المطلوب منك انك تطلب اي اكل من عندهم، والاكل هنا رخيص مش غالي. شربة توم يام، شربة سي فود توم يام. احلى بقى حاجة اكل في وسط الطبيعة، يعني مفيش احلى من كده. مكان في منتهى الجمال. مفيش احلى من كده.
راحة بال، هدوء، انسجام، طبيعة مفيش أحلى من كده. مش قادر أوصف يعني، المية رايقة وجميلة، ما يغركوش منظرها أنها لونها بني شوية أو خضرة، لا دي صافية جدا ونظيفة جدا. أحلى حاجة إن الناس مش كتيرة النهاردة عشان النهاردة الجمعة، فالدنيا رايقة وده أحلى حاجة، حاسس إن المكان الجنة بتاعتي، مبسوط جدا. الشلال اللي بعده اقوى شويه، اصغر بس اقوى، كانك قاعد في حمام السباحه الخاص بتاعك. بعد ما تخلص زيارتك للمكان الجميل ده، تخلص متعتك المية والاستجمام وصوت الشلالات الفظيع ده، تطلع على السوق اللي جنب الشلالات، سوق جميل جدا، بيشتغل من الساعة 4 أو 5 لغاية الساعة 12 بالليل. يلا بينا ناخد جولة صغيرة فيه، يلا بينا. وصلنا الماركت، هو مش بعيد خالص عن المكان الشلالات وكده، حوالي 10 دقايق بالعربيه او 8 دقايق كمان. احلى ما فيه ان الجو بقى تحفه، في الشمس الجو هنا احلى. على فكره الاسعار هنا في مقاطعه سرابوري ارخص من بانكوك وارخص من باتوم تاني. تعالوا نتفرج على الماركت مع بعض ونستمتع بالحاجات اللي فيه الجميله دي، يلا بينا. لأن الناس كمان بيشوه هنا يا جماعة. الورق الأخضر ده اللي حطه ده ريحان، ريحته مفوحة المكان بصراحة. ايوه البط المسكين، يعني اثار التعذيب واضحه جدا. ده بقى اوبن بوفيه خضروات، كل واحد ينقي في طاسه كده او في صينيه الخضروات اللي هو عايزها. على فكره ده ثمره الموز يا جماعه، اللحاء بتاع الموز الاحمر ده. المشروم هنا رخيص جدا.
اي قطعة بعشرة باط السوشي، ولو خدت 10 قطع بتاخد واحدة فري. انا بيعجبني قوي في الاسواق اللي زي ده كده ان كل حاجه مكتوبه على الاكياس او على الاطباق، يافطه كده مكتوب عليها سعر كل حاجه، ما بتعبش ان انا اقعد اسال صراحه يعني. بعشق البابايا بجد، فاكهه حلوه جدا ومغذيه كده للقلب، كلها تستمتع كده تحب كل حاجه حواليك. ده بقى ايه؟ عسل نحل او خليه عسل نحل جاهزه كده للاكل على طول. هنجربها مع بعض، خليه نحل كامله. يا جماعه ايه الموضوع ده؟ طعم العسل يعني مبهج، بيرفكت.